بسم الله الرحمن الرحيم. Action Book 7 7th grade الصف السابع. Activity Book 10 to page 6. Please my sons and daughters be interested and helpful enough to share me and ask your friends to be with us. Module 1 الوحدة الأولى. What do you do? ماذا تفعل؟ First section, first part, الجزء الأول. Vocabulary, المفردات. Before beginning, we'll study our notes from our copy book. رح ندرس الملاحظات عن الدفتر. Then we'll come back to our activity book, page 6, to do it. So, would you please to do your best to stay with me? Yes, stay with me. What do you do? ماذا تفعل? What, ما أو ماذا? I use it, استعملها when I ask about things. عندما أريد السؤال عن الأشياء. First section, الجزء الأول, يعني first part, vocabulary, مفردات. The time, الوقت. When I want to ask about the time, عندما أريد السؤال عن الوقت, like here, I use, what's the time? ما الوقت? في فيديو خاص بالوقت, ونرد نتذكره بشكل بسيط. كما بنحكي الساعة تماما, 1 o'clock, it's 1 o'clock. ثانية تماما, it's 2 o'clock. الثالثة تماما, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, and so on. O'clock, تماما. One is half past. Half past one, واحدة والنصف. Half past two, ثانية والنصف. Half past three, الثالثة والنصف. Half past four, الرابعة والنصف. Half past five, الخامسة والنصف, and so on. Half past ونصف. Past بلغة الساعات و to بلغة الساعات إلا. دائما الدقائق أولا. Quarter past وربع. Quarter يعني quarter يعني 15 minutes, 15 دقيقة. Quarter past one, الواحدة والربع. Quarter past two, الثانية والربع. Quarter past three, الثالثة والربع. Quarter past four, past five, past six, past seven, past eight, past nine, past ten, past 11, and past 12. Quarter two, إلا ربع. Quarter two, إلا ربع. Quarter past وربع. Quarter two, إلا ربع. Quarter to one, to two, to three, to four, to four, to five. يعني هون الساعة. هون الساعة. Quarter to one, الواحدة إلا ربع. Quarter to two, الثانية إلا ربع. Quarter to one, to two, to three, to four, to five, and so on. Okay. Quarter past, وربع. Quarter to, إلا ربع. Yes. 20 يعني 20 دقيقة. 20 دقيقة يعني ثلث. يعني ثلث الساعة. 20 past وثلث. 22 إلا ثلث. 20 past وثلث. يعني past و. الدقائق أولا. بعدين اسم الساعة. 20 past 1 الواحدة والثلث. 20 past 2 الثانية والثلث. 20 past 1, past 2, past 3, past 4, and so on. 22 إلا, وهون اسم الساعة, إلا ثلث. 21 الواحدة إلا ثلث. 22-1, to 2, to 3, and so on. الدقائق أولا, 5 إلى 10 دقائق. 10 to 5. 7 إلى 3 دقائق. 3 to 7. 3 to 7. 7 إلى 3 دقائق. 3 to 7. كتير سهل الفكرة. ثمانية وأربع دقائق. 4 past 8. 9 إلا دقيقتين. 2 اللي هي إلا 9. هي اسم الساعة دايما. دقائق أولا. 7:35 دقيقة. يعني نص وخمس إحنا بنحكي عنها. كيف نقرأها؟
35 35 past 7 past 7 37 دقيقة 37 past 3 شفتوا كيف الساعة آخر إشي yes well I'm sorry. الثالثة 22 دقيقة 22 past 3 هاي اسم الساعة آخر إشي 10 و 10 دقائق 10 past 10 هاي الساعة 10 آخر إشي 10 إلا 10 دقائق 10 2 شفت كيف past 1 إلا 2 10 10 to 10 هاي الساعة اللي هي الأول وهون المينتس الدقائق كمان نرد نرجع لفكرة السيمبل بريزنت وفي فيديو خاص فيها اسمه سيمبل بريزنت تجولوا بالقناة وشوفوا المواضيع الموجودة فيها كتير سهلة ومشروحة بطريقة سهلة سيمبل بريزنت مضارع بسيط يحكي عن الريبيتد اكتيفيتيز الأنشطة المتكررة عن الفاكتس الحقائق عن الروتين عن التايم تيبلز عن الجداول الزمنية عن الثوابت الموجودة أو الأنشطة الثابتة الأكتيفيتيز أو الريبيتد المتكررة simple present حالة أولى من الفعل simple present حالة أولى من الفعل فكرته حالة أولى من الفعل نضيف لها الأديشن إس وحالة أولى من الفعل بدون إس حالة أولى مع إس وحالة أولى بدون إس هي شي إت والأسماء المفردة singular nouns نضيف للفعل اللي بيجي بعدهم إس فكرة البيج 6 فكرة البيج 6 أو الاكسرسايزز الموجودة فيها الاكسرسايزز الموجودة فيها حتكون السيمبل بريزنت بالأفيرماتيف بالمثبت وبالنيجاتيف بالمنفي يعني بالأفيرماتيف فورم بالصيغة المثبتة وبالنيجاتيف فورم بالصيغة المنفية وبالانتروجاتيف فورم صيغة السؤال صيغة السؤال نشوف الفكرة هنا حالة أولى إلها إس بالأفيرماتيف رح يكون في عنا حالة أولى إلها إس وحالة أولى ما إلها إس حالة أولى ما إلها إس اخترت الفعل نيد يحتاج نيد نيدد نيدد طبعا اخترت الفعل نيد لأنه هم عاملين أكتر إشي أول جملة كانت الفعل نيد فأخذت الفعل عشان أطبق عليه need يحتاج هي شي it هي الأديشن للفعل ضفنا للفعل is okay. اسمها is المضارع البسيط المفرد هي الاس اللي منضيفها على الفعل مش الاس اللي منضيفها على أسماء الجمع I'm sorry he she it needs I'm sorry he, she, it, needs. They, you, we, I, need. مع they وال you وال we وال I والاسم الجمع الفعل بيجي بالinfinitive form حالة أولى مجردة. مع ال he وال she وال it الفعل نضع له الaddition الاس needs. He needs, she needs, يحتاج it needs. They need, you need, we need, I need. الأسماء الجمع والضمائر الجمع ما منضيف لها الاس للفعل اللي إلها اللي إلو اس بالأفيرماتيف بالنيجاتيف فورم اللي إلو أو بالصيغة المنفية رح ننفي بدازنت بلس إنفينيتيف بدازنت بلس إنفينيتيف ورح نسأل عنه بداز بلس إنفينيتيف نشوف كيف yes he she it needs okay يلا نعملها بالنيجاتيف فورم doesn't need doesn't need رجعنا الفعل لأساسه بالسؤال does بتيجي قبل الفاعل does he she it need طبعا في لها complement تكملة okay هل يحتاج هل يحتاج كمان مرة حالة أولى إلها إس مع ال he وال she وال it وال singular nouns والأسماء المفردة نفيناها بال doesn't ورجعنا الفعل بدون أي إضافة doesn't need وبالسؤال does he she it
need. طيب اللي بدون الاس بدنا ننفي بدونت ونسأل بدو. بدنا ننفي بدونت ونسأل بدو. هاي بالأفيرماتيف فورم الصيغة المثبتة. بدنا ننفيها بدونت نيد. نسأل عنها بدو نيد. بعيد المضارع البسيط السيمبل بريزنت حالة أولى إلها اس مع الهي والشي والات والأسماء المفردة. بنفيها ب doesn't plus infinitive زائد مجرد يعني without any addition. راحت الاس. هيك قانون عائلة الدو لما بتساعدنا بالنفي والسؤال. We must put the verb in the infinitive form after this family. لازم نضع الفعل بالحالة الأولى المجردة بعد عائلة الدو اللي بتساعدنا بالنفي والسؤال. حالة أولى إلها اس كمان مرة. بنفيها ب doesn't زائد مجرد. بسأل عنها ب does زائد مجرد بالinterrogative form. Affirmative form. Negative form. Interrogative form. Okay? Yes. اللي ما إلها اس بنفيها ب don't plus infinitive. بسأل عنها ب do plus infinitive. شوفوا كيف بالسؤال ال verb to be before the subject قبل الفاعل ومش بالضرورة الفاعل يكون ضمير، يمكن يكون اسم. هنا الفاعل كله إجا اسماء مش ضمائر. Okay? Affirmative مثبت. Negative منفي. Interrogative سؤال. Okay? Yes. طارع بسيط حالة أولى. شوف كيف. هلا a pilot. A pilot اسم مفرد طيار. كيف بدي أعملها جمع؟ الأ يعني one pilot. هيك أسماء المعدودة. A pilot طيار. الجمع منها pilots طيارون. نحذف الأ خاصية الإفراد ونضيف الإس خاصية الجمع اللي بعد الأسماء الجمع. الكاونتابل المعدودة. A pilot عبارة عن هي. Pilots عبارة عن they. كل اسم جمع عبارة عن they. طلع الاسم الجمع اللي مضيفين له اس الفعل اللي بيجي بعده لأنه هو عبارة عن they أو اسم جمع ما بنحط له اس. Need. حكينا they ما بتاخد اس. They, you, we, I ما بتاخد اس. Okay. الهي والشي والات بتاخد اس. يعني لو بدي احط هون need a pilot needs. اما البايلوتس نيد انها ذي ما بتاخد اس. الهي والشي والات بتاخد اس. الذي واليو والوي والاي ما بتاخد اس للفعل اللي بيجي بعدها بالسيمبل بريزنت الحالة الاولى. اوكي a pilot pilots. a pilot needs ولا need needs ولا need needs لانه عبارة عن اسم مفرد. حكينا الهي والشي والات والاسماء المفردة needs. A pilot needs. تخيلوا لو بدنا نعملها بالنيجاتيف فورم doesn't need. doesn't need. تخيلوا لو بدنا نعملها بالانتروجاتيف فورم بالسؤال does a pilot need. does a pilot need. حالة أولى إلها اس نسأل عنها بالdoes وننفيها بالdoesn't. يلا a pilot الطيار needs يحتاج courage الشجاعة and dedication إخلاص أو تفاني. okay a pilot needs لأنها اسم مفرد. النيجاتيف فورم اللي إلها doesn't need. السؤال اللي إلها does a pilot need. yes he does or no he doesn't. a pilot need pilots. a pilot needs حكينا pilots need. A pilot طيار singular. pilots طيارون. A pilot عبارة عن اسم مفرد. pilots عبارة عن اسم جمع. مرات بيكونوا طالبين منا get out استخلص singular noun. هاي singular noun. plural noun. هاي plural noun. A pilot needs. شفتوا كيف؟ A pilot doesn't need. هاي النفي اللي إلها أو negative form اللي إلها. needs نفيها doesn't need. سؤالها does a pilot need. طبعا إلها complement إلها تكملة. here I don't care about its complement. مش مهتمة للتكملة. المهم أفهم فكرة negative and interrogative form for simple present. للsimple present اللي الفعل اللي بنضيف له is مع ال he والshe والit والأسماء المفردة. okay yes.
اللهم صل على سيدنا محمد. pilots need، شفتوا كيف الجمع لأنها عبارة عن they، ما أخذت الاس، هي بالaffirmative. بالنيجاتيف don't need، don't need pilots، don't need هي ما إلو اس بند فيه بدون، بسأل عنه بدو. do pilots need، هل البايلوتس need كذا كذا؟ my answer will be yes they do or no they don't. they you we I need، they you we I need اللي هي والشي والات اللي needs. affirmative أو positive طبعا حطينا لها إشارة الزائد، النيجاتيف المنفي، minus interrogative أو question، question mark. okay اللي هي هاي العناوين، شايفينها هاي العناوين، affirmative، negative، interrogative، affirmative، negative، interrogative يعني question. في أفعال مثلا حدا حكى لي get out verbs، تخلص أفعال من هون، verbs أفعال، need يحتاج، needed needed، do يعمل، did done، ليه عائلة الدو اللي دائما بتساعدنا plus infinitive زائد الفعل مجرد، does والdo أفرادها، does اللي استعملناه عملية الشي والات، والdo مع they واليو والwe والI، does اللي استعملناه مع الهي والشي والات والأسماء المفردة، الdo مع they واليو والـ I والأسماء الجمع، الماضي منها did والحال الأخير done. become يصبح، became become، fly يطير، flew flown، flight رحلة طيران اللي هي noun من اللي fly. work يعمل، worked worked، like يحب، liked liked، he she it likes، they you we I like، لو بدنا ننفيها doesn't like، لو بدنا نسأل عنها does he she it like، they you we I like، لما بدنا ننفيها they you we I don't like، نسأل عنها do they you we I like. go يذهب، went gone، enjoy يستمتع، enjoyed enjoyed، danger الخطر noun، in danger يعرض للخطر هاي verb، endangered endangered، dangerous خطير الadjective. يلا عشان يصير عنا مفردات، على فكرة كل هاي الكلمات من البيج 6 ولا جبت أي كلمة غريبة، شوف قدي فيها كلمات، يصير عنا رصيد مفردات يساعدنا when we want to write or speak، لما بدنا نكتب أو نحكي، when writing and speaking بالكتابة وبالكلام. underline ضع خط تحت، underline هي كتير نستعمل هاي الكلمة، underline ضع خط تحت. the correct answer الإجابة الصحيحة، و the correct form الصيغة الصحيحة. في كمان عنا فكرة ال has to مضطر لي أو يجب، و have to مضطر لي أو يجب. ال has to مضطر لي أو يجب مع ال he وال she وال it والأسماء المفردة، ال have to مضطر لي أو يجب مع ال they واليو والwe والI والأسماء الجمع ال plural nouns، هون مع ال singular nouns. must be followed by infinitive، يجب وضع الفعل بالإنفينيتيف فورم بعد الـ has to والـ have to. الـ has to والـ have to من عائلة المودالز، الأفعال الشكلية، أخوات الـ will. okay طب النفي الـ has to، النفي اللي إلها أو الـ negative form hasn't to، الـ interrogative الـ has قبل الـ he والـ she والـ it، كيف بدنا ننفيها haven't بس بنضيف عليها النوت haven't to زائد infinitive. السؤال أو الانترجيتيف فورم ال have قبل ال they وال you وال we وال I، كتير سهلة، so so easy. stunt man a man رجل، من رجال، رجل المخاطر أو رجال المخاطر، هدول كيف بكون الدوبلير بالأفلام أو المسلسلات، يكون مثلا البطل بده يتعرض للخطر او موقف خطير، الدوبلير او الستانت مان بيأدي الدور عنه. اوكي مان هاي المفرد، من جمعها، هاي من الجموع الشاذة الريجولر. امان رجل، من رجال، يعني الستانت مان عبارة عن هي، ستانت من هاي شدنا الآ تبعت الافراد عبارة عن ذي، كمان مين زيها بيشبهها a woman امرأة عبارة عن she women بدل ال a e نساء عبارة عن they،
passenger مسافر. passengers مسافرون. singular noun plural noun. singular noun plural noun. singular noun plural noun. اسم مفرد واسم جمع. fill يملأ. filled filled between بين types يعني kinds أنواع أو sorts. face يواجه. faced faced. in common شيء مشترك. preposition حرف جر. شايفين الان preposition حرف جر. find يجد. found found. get out يستخرج أو يستخلص. يكون يستخرج verb أو singular noun أو plural noun and so on. get out got out got out. a fisherman صياد. نفس الحكي هاي من الجموع الشاذة. man plural form اللي إلها men يعني we put e instead of a. work as a pilot يعمل كطيار يعني اللي الجوب اللي إله. okay we have a month شهر. month أشهر أو شهور الجمع. طبعا المضارع البسيط the repeated activities للأنشطة المتكررة every plus time كل وقت sometimes أحيانا often غالبا usually عادة always دائما. كل repeated activities أو adverbs of frequency ظروف التكرار. a lot of experience كثير من الخبرة. أكربر اللي هو السلطعون. كرابرز السرطانات اللي هي كائنات بحرية. مارين كرياتورز. أدجكتيف في صفات زي تيرد متعب. فيري تيرد متعب جدا. أتشايلد طفل برضو هاي من الجموع الشاذة. الأتشايلد عبارة عن هي أو شيء يعني طفل أو طفلة. البلورال فورم اللي إلها مش تشايلد لأنها جموع شاذة children أطفال. الأطفال عبارة عن they. get on the plane يصعد الطائرة. get got simple scenes مشاهد بسيطة. yes let's move to our activity book page 6 yes to do it quickly. هلأ نعملها بشكل سريع لأن أخذنا أفكارها. what do you do ماذا أنت تفعل. طلع you do. they will you will we will I do بنسأل عنها بالdo. هاي do المساعدة وهاي do الرئيسية. first section الجزء الأول vocabulary مفردات. the time الوقت. underline ضع خط تحت correct answer الإجابة الصحيحة. طلعوا إيش الساعة هون عنا تنتين والنصف الثانية والنصف الثانية والنصف. شو حكينا والنصف half. إنها it's half past. half past two الثانية والنصف. هون الساعة عشرة وربع. شو حكينا كلمة ربع quarter past. هي it's quarter past. وعشرة quarter past ten. هنا ست إلى خمس دقائق حكينا الدقائق أولا five يعني okay two إلا two إلا to six. هي آخر إيش الساعة. هي ست إلى خمس دقائق. the last one الساعة هون تسعة إلا ربع. تسعة إلا ربع. هي تنتين الشورت هاند واللونج هاند العقربين على التسعة. هنا ماخد ربع ساعة وتسعة صح. كوتا تو إلا ربع كوتا تو. حكينا جهة الرايت جهة اليمين باس وجهة الليفت جهة اليسار إلا كي هاي هاي إلا ربع. كوتا تو ناين. كوتا تو ناين. شفتوا كيف الإجابات الصحيحة. هاي underline grammar. the present simple بالaffirmative simple present okay بالمثبت. underline ضع خط تحت the correct form of the verbs الصيغة الصحيحة. the correct form الصيغة الصحيحة. correct هاي الصفة. of the verbs الأفعال. a pilot الطيار. need ولا needs حكينا needs. شو حكينا needs يحتاج. courage and dedication شجاعة وإخلاص. airline pilots pilots طيارون جمع. احنا حكينا الجمع عبارة عن ذي الفعل بدون اس. الفعل بدون اس ما بختار البيكامز. شو بختار البيكام لانها عبارة عن ذي. البايلوت الواحد اخترنا له نيدز والبايلوت الجمع اخترنا لها بيكام. الطيارون الجويون بيكام يصبحون very tired متعبون جدا from work من العمل. اذا البايلوت الجمع شو بدهم become يصبح pilots الطيارون.
has ولا have اللي هي والشي وال it has، أما الجمع have. حكينا have to مضطر لي، مضطر لي هي has to أو have to، للجمع have to، لأن حكينا they وال you وال we وال I have. have to مضطرون face إنهم يواجهوا، to plus infinitive. all types of risks كل أنواع المخاطر، types يعني kinds. an airline pilot اللي هو الطيار الجوي لأنه مفرد، هي بايلوت واحد. an airline pilot، الآن أصلا للإفراد بس الاسم لما يكون مبدوء بفول. an airline pilot طيار الجوي، طيار واحد. fly ولا flies؟ flies لأنه حكينا اللي هي والشي والات الفعل بياخد اس، إذا هي الخيار الصحيح. بيطير between يعني بيطير يعني بيسافر بالطائرة. okay between بين 65 and 75 hours من 65 ل 75 دقيقة a month في الشهر. a pilot، a pilot يعني طيار واحد، جمعها pilot، شو جمعها؟ pilot، طيار الواحد فعل اس works اللي بنن فيها بال doesn't work، بنسأل عنها does a pilot work، بيعمل odd hours اللي هي كمان ساعات إضافية. simple present هلا بالنيجاتيف مع اليو، حكينا they واليو والوي والاي بدون اس ومننفيهم ب don't. they واليو والوي والاي والاسماء الجمع need ومننفيهم ب don't، اذا مع اليو don't ولا doesn't؟ don't. you don't، انت لا تحتاج experience to become a fisherman، لا تحتاج الخبرة لتصبح fisherman أو صياد. okay كل الكلمات هاي أخذناها. سميرة اللي هي والشي والات بياخدوا does ولا do؟ بياخدوا does. doesn't like هي لا تحب. سميرة likes، نفيها doesn't like، لا تحب rally diving اللي هي الغوص أو سباقات الغوص. كريم's children جمع، الجمع بدهم doesn't ولا don't؟ بدهم don't، صح؟ مش هيك حكينا؟ don't want لا يريدونه to work as a pilot إنه يعمل كطيار. كريم and his family كريم وعائلته جمع، الجمع بدها don't. usually go to holiday together no، في عنا هنا فعل أساسي بده نفي، شو بده؟ نفي. ما بجيب الدو على الفاضي مع الفعل الأساسي، بجيبها عشان أنفي فيها، إذا اخترت negative form. كريم وعائلته don't usually go، ليس عادة يذهبون إلى الهوليديز together أي الرحلات مع بعض. stunt man هاي مفرد بدها doesn't ولا don't؟ doesn't. رجل مخاطر doesn't do لا يقوم ب simple scenes in a film، بالمشاهد البسيطة بالفيلم، دائما المشاهد اللي فيها danger خطر. الآي بدها don't ولا doesn't؟ أكيد don't. they will you will I don't. don't go scuba diving، أنا لا أذهب للغوص في اسطوانات الأكسجين. simple present الانتروغاتيف للجمع البايلوتس do بالسؤال do أو does، الجمع شو بده؟ do، هي كتبتها بالكابيتال. okay الباسنجرز الجمع do، okay البايلوت اللي هي المفرد بايلوت واحد does، الكرابرز الجمع شو بدها؟ do، البوليسمن جمع حكينا بوليسمن جمع شو بدها؟ do، اليو بدها do. pilots عبارة عن they do ولا does؟ do. they واليو والوي والاي do. passengers جمع عبارة عن they، لو كانت a passenger واحد كان أخذت ال does. they واليو والوي والاي do. okay البايلوت مفرد does، الجمع do you do. كلها هاي هلأ حكيناها بالدفتر. okay إذن they واليو والوي والآي والأسماء الجمع do، اللي هي والشي والإت والأسماء المفردة does. thank you for your listening and have a nice day.